السلام عليكم. ليس سرا أن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون. على الرغم من ذلك، الكثير من الناس يتعرضون للسرقة يوميا من اللصوص، وأحيانا من أشخاص عاديين لا تتوقع أنهم يفعلون شيئا كهذا. لذا اليوم جمعنا لكم عددا من السرقات الذكية التي سجلت بواسطة الكاميرا. سائق التاكسي هذا من الواضح جدا أنه ساذج جدا، لقد وضع المال في مكان واضح وسهل الوصول إليه، لذا لم تستطيع هذه الفتاة مقاومة إغراء المال وسرقت المال كله، ولم يكتشف السائق ما حدث إلا بعد فوات الأوان. هذا اللص كانت لديه وقاحة وجراءة غريبة لمحاولة سرقة هذه الدراجة تقريبا في وضح النهار وأمام أعين الناس، بما فيهم سائق السيارة التي عليها الدراجة، ولكن لحسن الحظ لم يستطع الحصول عليها. هذا الفيديو الغريب تم تصويره في أحد مطاعم ماكدونالدز في أمريكا، وتظهر هذه المرأة وهي تستغل غياب البائع لبضع دقائق لتسرق كوبا كوكاكولا، ولكن بعد أن تمكنت من الدخول بكل وقاحة إلى المكان قررت سرقة مجموعة من علب الطعام. في أمريكا وخاصة في الغرب يمكن لساعي البريد ببساطة إلقاء البريد في فناء المنزل المراد تسليمه له، وفي الفيديو نرى هؤلاء المرة الذي أغراهم الطرد البريدي الموجود في فناء المنزل ويمكن الحصول عليه ببساطة، وكان الطرد لم يتم تسليمه ولم يفوت الفرصة، وقامت الفتاة بسرقة الطرد على الفور. وهنا نرى لصا آخر يرتدي حذاء دون عجلات يقرر سرقة بعض الأغراض الموجودة أمام منزل ما، ولكنه كان ذكيا بما فيه الكفاية لإخفاء وجهه. هنا سرقة تقليدية، يقوم لصان أحدهم ملثم باقتحام متجر وسرقة محتوياته تحت تهديد السلاح، وتذكرنا تلك السرقة بأفلام التسعينيات، لكن هذان اللصان تمكنت الشرطة من اعتقال الشخص الغير ملثم الذي تم التعرف عليه بفضل الكاميرا وقام بالاعتراف على زميله. هؤلاء الشباب أيضا كانوا على موعد مع الحصول على المال السهل، حيث قاموا بتحطيم نافذة عرض في متجر ملابس ودخلوا منها ليحملوا ما يستطيعون حمله من البضائع إلى السيارة التي كانت تقف في مكان بعيد عن المحل، لكنهم كانوا أذكياء في ارتداد الأقنعة واختيار مكان السيارة بعيدا عن كاميرات المراقبة ليفروا بالغنيمة بدون أي دليل عليهم على الإطلاق. إذا كنت بائعا في متجر فلا يجب عليك أن تترك مكانك لأي حال من الأحوال، فهناك أشخاص يستغلون دائما الفرصة لسرقة شيء ما. هذه السرقة تعتبر من أوقح السرقات في التاريخ، فلقد استغل اللص لحظة فتح البائع لصندوق المال وقام بتهديده واستولى على كل المال. الغريب أن اللص كان لا يحمل أي نوع من السلاح، لكن البائع كان إما جبانا جدا أو أحمقا للغاية. ماذا كنتم تفعلون لو كنتم مكان البائع وما رأيكم فيه؟ من المعروف أن سرقة جهاز الصراف الآلي من الأمور الصعبة للغاية، لكن هؤلاء الشباب خططوا للأمر جيدا، فبدلا من حمل الجهاز بأكمله على السيارة قاموا بتحطيم بابه وفتح الخزانة بمتفجرات الخاصة وحصلوا على المال بسرعة حتى قبل أن تصل الشرطة. هذه الفتاة قررت استخدام مظهرها الجذاب في السرقة وقامت بسرقة زجاجة مشروبات كحولية، لكن البائع الذكي لم يخدعه مظهرها، وخلال ثوان استطاع اكتشاف اللصة واسترجاع الزجاجة منها من كثير من التوسلات منها لعدم فضح أمرها. وأخيرا نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم حتى لا تتعرضوا لمثل هذه السرقات في المستقبل، وإذا كانت لديكم قصة عن سرقة ما حدثت لكم أو لأحد معارفكم يمكنكم إخبارنا بها في تعليق أسفل الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.